أنا المهندسة سيدرا عواد وزميلاتي براء الموسى وآيات حيدر من جامعة دمشق كلية الهندسة المعلوماتية اختصاص برمجيات. مشروعنا موجه للقطاع الصحي لكل المساهمين بالرعاية الصحية سواء شركات تأمين أو مزودي خدمة، بيتعاونوا كلياتهم لحتى يصبوا معلومات المريض الصحية وتاريخه الطبي بسجل طبي وحيد. المعلومات اللي في مشروعنا هو انه بيضبط دقة محتوى وبيأمن مزايا ثبات وأمان عالية لحتى يكون موثوق من كل الجهات اللي عم تستخدمه ويكون متزامن بيناتهم كلياتهم لنحل بالنهاية مشكلة الغش والاحتيال اللي بتصير على شركات التأمين، ومنحل الاتفاقيات المعقدة بين المساهمين بالرعاية الصحية ومنسرع من تسديد النفقات تبع التأمين الصحي. يعطيكم العافية. أنا علاء الخضر من كلية الهندسة المعلوماتية جامعة دمشق اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات. فكرة مشروعنا نظام إدارة وتوصيل عملية توصيل طلبات تحت إشراف الدكتور أبي صندوق والمهندس علي العجوز. فكرة المشروع هي عبارة عن إدارة عملية توصيل الطلبات لأي نشاط تجاري واختيار الطريق الأقصر، فرز الطلبات على السيارات بناء على الكباسيتي للسيارة والسايز للأوردر اللي عندنا، اختيار المسار الأقصر بين عدة مسارات، تنبؤ بازدحام الطرقات، تتبع الطلبات بالزمن الآني بالإضافة إلى تقييم العملاء وآراء العملاء. حاليا احنا عندنا في تطبيق خاص للمتسائق هو عبارة عن يحرص لنا المسار الأقصر بين كل طلب والطلب الذي يليه، بالإضافة انه يختار الطريق المناسب من ناحية الزمن والسرعة، وقال بحيث انه اقل زمن واكثر سرعة بالنسبة لنا. في عنا تطبيق خاص بالويب هو يحتوي على ريبورت خاصة بالعمليات الحالية، كما يمكننا تتبع عملية توصيل الطلبات والمواقع المركبات بالزمن الآني. شكرا. يعطيكم العافية. نحن المهندسين، أنا مهندسة رغد جلخدار، زميلتي سنة شموط، ونين مستولو فرهودة. نحن عاملين نظام هو مساعدة بنشر الأبحاث العلمية. دكتور مشرف طبعا هو دكتور عمار جلخدار. مشروعنا بيقدم عدة خدمات وخاصة للطلاب حديثي العهد مثل اللي عم ينشروا مقالات جديدة. فنظامنا بيقدم عدة خدمات، منها بيطرح المقالات المشابهة، بيقيم الشكل العلمي للمقال حيث انه ما يروح يبعثها للمجله بطريقه غلط والمجله تبعث له الاخطاء تبعيته، هي حتصير مده طويله بينه وبين المجله، حتضيع كثير وقت على الباحث لحتى يكون نشر المقال تبعه. حيطرح له مجلات مناسبه للنشر، هي مشكلات كثير بواجه فيها صعوبه. وفي تقييم الشكل العلمي، تقييم التمبلت تبع المقال، التمبلت هي من اكثر الشغلات بواجه فيها صعوبه الباحث لحتى تكون مطابقه للمجله اللي ينشر فيها. فتبعنا بيعطيك شيء اخطاء بالمقال تبعه بيصحح له اياها وبعدين بيبعثها للمجله. وبيقيم له الدراسه المرجعيه، حداثتها وقديش مناسبه للمقال يعني حداثتها ودقتها واذا كانت موجوده على النت اصلا ولا لا، في حال كانت هي اصلا مزيفه. وشكرا لكم. انا المهندس اوس السعدي، وفي مهندس احمد حمود، احنا خريجين كليه الهندسه المعلوماتيه اختصاص نظام وشبكات. مشروعنا هو نظام مراقبه اللياقه والصحه البدنيه للفرق الرياضيه باشراف الدكتور مياد جابر. مشروعنا موجه للفرق الرياضية المحترفة يلي بتحتاج عدة وأجهزة بقلب التمرين أو بعد التمرين، فنحن توجهنا لنستعمل الأجهزة اللي هي منتشرة أكثر هلا بالسوق واللي أسعارها جدا منخفضة اللي هي الساعات الذكية. فهون المدرب بيحسن يضل على تواصل مع اللاعب بقلب التمرين وبرا التمرين، يعني أنا بعرف حالة اللاعب بقلب التمرين قديه سرعته، نبض قلبه، ضغط قلبه، أكسجة الدم عنده، هالقصص هي كلها، وبرا التمرين إنه إذا هو عن جد عم ياخذ وقت راحة كافي أو لا، وإذا عم ينام كل يوم صح أو لا. وبإضافة لأنظمة تانية مثل نظام أسئلة عنه هو بيساعد المدرب لياخذ الفكرة أنا إذا مثلاً بدي أرفع جهد التمرين عند اللاعبة خلال الأسبوع الجاي ممكن يصير معهم إصابات حسب أجوبة تتأخذ على مدى الشهر، بنعمل عليها إحصائيات. أنا المهندس علي رسلام، كلية الهندسة المعلوماتية جامعة دمشق. مشروعي بحكي عن تخصيص بنية عمل الدوكر لاحتواء بيئات تشغيلية وتنفيذية. مشروع موجه لطلاب جامعة دمشق والجامعات الثانية، سواء كانوا طلاب كلية الهندسة المعلوماتية أو اختصاصات ثانية. مشروعي بقدم نوعين من الخدمات، software as a service و platform as a service. هذول الخدمات بتسهل على الطلاب الجامعيين استخدام تطبيقات جامعية، سواء كانت تطبيقات جامعية أو تطبيقات غير جامعية، بالوصول إلى ريموتلي دول الحاجة لاستهلاك موارد هذول أجهزة أو حواسيب الطلاب. يعطيكم العافية، نحن زملائكم من قسم هندسة المعلوماتية قسم الشبكات نظم الحاسوب. مشروعنا كان انترنت الأشياء بغرفة العناية المركزة بإشراف الدكتور مياد جابر،
نحن المشروع عملناه من قبل طلاب مهندس عرفان زغلول، مهندس محمد نور المصري، والمهندسة رؤى خطاب، ومعنا لسه زميلتنا المهندسة ميرزا المصري والمهندس لمك مرهج، بس هن حاليا في الخارج. يعني مشروع باختصار هو انترنت اشياء غرفة العناية المركزة. من هذا المشروع تخفيف الاحتكاك الطبي بين الكادر الطبي والمرضى، وأمننا يعني اكبر قدر من الابعاد بيننا وبين الكادر وتخفيف الحالات اللي يمكن فيها ينتقل المرض. قمنا ايضا بعمل تطبيق جوال من اجل تلقي الدكتور مشرف الاشعارات بحالة المريض، وكمان قمنا بربط المشافي العاملة تحت وزارة الصحة من اجل صنع ملف طبي كامل لنفس المريض بحالة انتقاله من مشفى الى مشفى اخر لمعالجة نفس الحالة الطبية له او حالة اخرى.